البيت لا تتبول واقف، يفضل دايما ان يكون التواليت بلدي اللي هو بتقعد عليه برجليك جلسه القرفصاء. جلفه القرفصاء دي لها فوائد كثيره للسيدات، هي قاعده الافرنجل اصلا اتعملت للمرضى في المستشفيات. انسى في حمامك القديم، وكل واحد عنده قاعده بلدي دمرها، ولو لقيت واحد بيقعد في الحمام نص ساعه ولا ساعه لازم تعالجه. البيت لا تتبول واقفا، ممكن تلاقي اي عيل قام من النوم قام واقف على قعده الحمام وبيتبول واقفا، دون هينجستك القعده. ثم انه مش هيعرف يستبرئ من بوله من وهو صغير عنده سلس بول، كده انت عودته عاده سيئه جدا، يبقى لازم تتاكد وتاكد على اولادك ان هم يتبولوا ايه؟ جالسين. المبوله واقفا بتعمل سلس بول وبتعمل لنا عدم التحكم في البول وانتشار الرذاذ والنجاسه وبتعمل انتشار امراض وبتعمل انتشار روائح كريهه او سرعه القذف، لانه هو ما بيقدرش يتحكم في العضله كويس وبالتالي العضله بتفوت باستمرار. يفضل دايما ان يكون التواليت بلدي اللي هو بتقعد عليه برجليك جلسه القرفصاء، لان القعده دي هي القعده الصحيه. جلفه القرفصاء دي لها فوائد كثيره للسيدات، اولا بتساعدها على الاخراج كاملا، ثانيا بتقيها شر قعده الحمام، تعالج الفضلات. في ناس كتير جدا بتقعد على القعده الافرنجي وكل شكوتها انها ما بتعرفش تخرج الفضلات كويس، يعني ايه؟ يعني بيعمل براز وكمان ساعتين عايز يعمل براز وكمان ليه بقى؟ لانه ما خرجش الفضلات اخراج كامل، لانه القعده دي قعده مجهده جدا ويبقى فيها مزيد من الحز، هتعمل له بواسير، هتعمل له شرخ شرجي، هتعمل له مشاكل كتيره جدا. طول ما انا قاعد مستريح كده الحزق هيزيد. هي قاعده الافرنجل اصلا اتعملت للمرضى في المستشفيات خلاص، لكن دلوقتي بيقولوا ايه؟ طب ما نصلح الوضع. الكلام ده الاجانب والاوروبيين وكل، فاحنا بنقول انه لما انت بتقعد قاعده القرفصاء بتقوى هذه الفتحات، تقفل وتفتح زي الفل. القعده بتاعت السنه هي القعده القرفصاء، وقعده القرفصاء دي هي القعده اللي كان عليها النبي والصحابه. طبعا احنا لكل زمان رجاله وادواته، احنا مش بنقول دلوقتي هد قعده الحمام، احنا بنقول عايزين نصلحها نهذبها، لان طلعت اعلانات كتير زمان انسى في حمامك القديم، وكل واحد عنده قعده بلدي دمرها. انسى في حمامك القديم، انا النهارده مش هقول لك انسى في حمامك الافرنجي، انسى في القعده، مش هقول لك كده، بس هقول لك تعالى نصلحها بقى. صلح الوضع ازاي؟ انك تجيب كرسي تحطه قدام القعده، الكرسي ده هيرفع رجليك لفوق بحيث انه تقل الزاويه ما بين الفخدين وما بين البطن. وانا يمكن قلت لكم قبل كده ان في حاجه بنعملها اكتر من كده، ان انا بجيب قبضتي اليد، ركز معايا، وبعدين احطهم في الجنبين في القولون واضغط بفخدي، اوطي لقدام قوي قوي عشان يسهل خروج الفضلات. الكلام اللي انا بقوله ده مش هتسمعه من حد تاني غير الدكتور جوده بس. فمهم جدا ان اخراج الفضلات ده مهم، والا هتتبقى فضلات في القولون. طب هتعملي ايه يا دكتور؟ هتعملي كانسر كولو، هتعملي سرطانات. تصدق بالله؟ اه والله العظيم. ليه؟ انك انت مش عارف تطلع الفضلات، مش عارف تطلع الفضلات. في ناس بيجي لها امساك مزمن لانه بيخش مش عارف يعمل، يخرج يخش مش عارف يعمل، يخش وبعدين كانسر كولون، سرطان. كلام مهم جدا، انا بس بوريك ان القعده مستريح بزاويه 90 درجه هتجيب لك سرطان وهتجيب لك اجهاد، والناس بتطلع من الحمام عايزه تستريح لانها قعدت تحزق تحزق تحزق. الحزق ده ما كنتش بتعمله لو انت قاعد القرفصاء، وانت قاعد القرفصاء الفضلات بتخرج لوحدها. كده مهم جدا الكلام ده، عشان بس بقى عندنا اجيال جديده من الولاد لما بيروح مدارس او جوامع ويلاقي فيها القعده البلدي يقول لك انا مش عارف اقعد. ليه مش عارف تقعد يا بابا يا حبيبي يا دلوعه؟ لانه هو متعودش على ده. هو كده ازاي؟ ولما هو كده ايه اللي خلى الشطاف هنا؟ وبالتالي يمسك نفسه يمسك نفسه يوم واثنين وثلاثه لغايه لما يجي له امساك مزمن وبوظ القولون. الكلام ده مهم جدا جدا عشان تعرف انت بتقعد في الحمام قد ايه، ولو لقيت واحد بيقعد في الحمام نص ساعه ولا ساعه لازم تعالجه، والا هيقلب بسرطان قولون. كلام مهم جدا. انا عندي امساك، خد ملين بس ما تقعدش في الحمام. مشاهدينا الأعزاء، نرجو منكم الضغط على زر الإعجاب ولا تنسى مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس.